ابن تيمي. ناحية اليمين التحضير في المنطقة الخلفية وبالخطأ تغطية وبالخطأ لغى الكرة مساء عبد اللطيف العباسي، هدف أول في المباراة عبد اللطيف العباسي، هدف أول. شوف الضغط على حامل الكرة، استثمار ناجح حقيقة بالضغط. وشوف أيضا تلفزيون دولة الكويت تابعون معنا في منافسات كرة قدم من صالات ناصر قلف، خط الكرة لصالح السالمية، حلو المرور والتمرير وهدف أول، هدف أول يفتح إذن ناصر القلف الحصار ويسدد والمرور الناجح، هدف أول لصالح نادي الصالح. لأن في واجبات كرة ملعوبة، عمان علي بالخطأ مقطوع الكرة، جول حلوة حلوة كابتن الفريق فيصل غريب بعد دخوله حقيقة والمرمى فاضي، استغل أيضا التمريرة بالخطأ وقطعها على طول. شوف العداء، شوف على طول ما تأخر فيه لصالح نادي الكويت. جيب العلي إلى العباسي على المرمى، جول جول رينجاري هو صاحب الهدف الثاني، ضغط مباشر على مرمى نادي السالمية، استفادة إذن من لاعب الباور بلاير عن طريق تواز. شوف عبد اللطيف العباسي نقلة عرضية ترينجاري، نجيب العلي إلى محمد الشمري حارس المرمى، قدم بالعمق محمد الشمري، عم يمر يمرر إلى زنقاري مرة ثانية، محمد الشمري شايد جول جول محمد الشمري، حلوة 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 الحقيقة. حارس مرمى بيقدم أيضا امتياز بحضوره، يتقدم بالعمق، يمر الكرة ثنائية مع زرنقاري ويستفيد من التكتيك اللي بيقدمه بنفس الحقيقة، بتفاهم جميل مع زرنقاري، بيحط له كرة في سقف المرمى. شوف العدل، شوف العدل، شوف الشمري، وشوف مرر مع زرنقاري جاء مرة ثانية، جيمي لعب على المرمى لكن تنقطع إلى العباسي، هذه خطرة وانفراد سليم بدون حارس المرمى، إذا ينفرد عبد اللطيف العباسي مع المرمى الفاضي قبل رجوع لاعب الباور بلاير عبد الله الحسن ليسجل الهدف الرابع. شوف المشيمي لعبه مباشره امام المرمى لكن محمد الشمري صدها، يتابعها الحقيقه عبد اللطيف العباسي في المرمى، في المرمى هدف رابع.